أربعة أيام مرت على أياد الذي يعمل ككاسب في منطقة النبيونس شرقي الموصل دون أي عمل يذكر بسبب تراجع الطلب على عمال البناء خلال فصل الصيف الذي يعد موسما للعمال والكسبة، إلا أن هذا العام اختلف كثيرا عن الأعوام الماضية. احنا عمال صار لنا 4-5 أيام ما مشتغلين، الدنيا صيف بالحق الشغل أكثر يصير زين. احنا صار لنا 4-5 أيام ما مشتغلين لأن الشغل ضعيف، واني صار لي شهر ونص اني قاعد بالبيت وصاوبت ايدي. اما يوسف الذي يعمل داخل احد المقاهي الشعبيه في الموصل بات يبحث عن فرصه عمل اخرى بسبب تراجع دخله عن السابق، والذي بات لا يسد رمق عيشه. اليوميات اللي ناخذها عن 6 على الماء وعلى الكهرباء وعلى المولد، نحن نطالب برعايه على الاقل يطلع لنا شهر بالشهر 100-150 على الاقل شويه سد نكون نفسنا. البطالة في المحافظة أنهكت الشباب ودفعت بهم للبحث عن فرص أعمال في محافظات الوسط والجنوب ومدن إقليم كردستان. نطلع الصبح نرجع الظهر على بيوتنا، مثل ما واحد يضحك على نفسه، وين الشغل وين الحكومة وين هذا؟ هسه أشوف العالم قاعدة بطالة كلها هنا. بالموصل احنا حاليا ما عندنا مصدر رزق نشتغل به، يعني شوف هاي الشباب قاعدة مثل الورد يريد نشتغل ماكو شغل زين. نطلع الأربيل يعني تطلع مع عائلتك تخليها وحدها، تعرف انت اما ماضي مثل قبل مثل ما يقول. حالة من الخوف المغلف بالقلق تواجه اليوم المئات من الشباب نتيجة لتراجع فرص العمل الذي خلفه الواقع الاقتصادي المتعب والانسداد السياسي، وتحذيرات من استمرار هذا التراجع الذي قد يدفع بالكثيرين لأعمال خارجة عن القانون وفقا لمختصين. عمر الزيدي، وان نيوز، الموصل.